كمان يا استاذ سعيد اعمال، يعني عملت قصر الشوق في بدايات السينما خالص مع المرحوم حسن الامام الله يرحمه، وعملت ضرب الشحاتين والكنز وورد وشوك وربع دستة اشرار وصوت الحب، عملت كوميدي كتير وكنت بتنوع بين الكوميدي وبين التراجيدي. انت حاسس بايه النهارده وانت عندك التاريخ ده كله؟ يعني هل حاسس انك انت حققت كل اللي انت نفسك فيه ولا لسه في حاجات نفسك فيها؟ لسه في حاجات زي ايه؟ نفسك تعمل ايه؟ مش عارف، بس لسه حاجة هتطلع غير اللي انا عملته. يعني انت بس عملت كمان اعمال عن حرب اكتوبر، عملت حتى اخر العمر مع الفنان محمود عبد العزيز، فاكر العسكري المجند اللي كان بيحارب والرصاصة لا تزال في جيبي، وكان دورك جميل. يعني عملت اعمال الحقيقة كلها حتى فيها برضو البعد الوطني، وعملت ثنائيات جميلة انت والاستاذ عادل امام. انا حابب الحاجات دي. مين اصحابك المقربين اللي بيسالوا عليك وجنبك دايما؟ اصحابك مين اصحابك دلوقتي؟ سعيد صالح صاحبك؟ صاحبي هتعرفه كويس؟ كان سعيد صالح. مين تاني غير سعيد صالح صاحبك عم سعيد؟ ناس كويسه جدا 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 جدا. يعني انت حاسس بالوفاء؟ في وفاء معاك؟ طبعا حاسس بده. لان الفنانين كتير لما الفنان بيكبر وبيتعب يحس كده ان مفيش وفاء ساعات معاه من اهل الفن. انت حاسس بالوفاء معاك؟ حاسس انهم بيحبوا اللي انا بعمله. وايه اللي شاغل بالك النهارده؟ بتفكر في ايه؟ مفيش خالص. بتحب تغني انت؟ بغني. صح، بتحب تغني. يا سلام. هتسمعني ايه طيب؟ مش حاجة. قول لي انت ايه اللي عايز تغني. والله لازم ما اعرف حاجة. هيجي على دماغي. يعني ساعات كده وانت قاعد مع نفسك بتحب تدندن لمين؟ لأي حاجة بس ما يعني.